السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم طلابنا طلاب الصف التاسع في آداب شيخ الحديث. أهلا وسهلا بكم. اليوم درسنا درس لغة عربية بعنوان المفعول به. إذا درسنا اليوم هو المفعول به. بداية يا ابني، أولا لو قرأنا هذه الجمل: أكرم والدي الضيفة، حمل التلميذ الكتابة، كرمت المدرسة طالبين اثنين، يحب المعلم المتفوقين من طلابه، شاهدت المعلمات في المدرسة. طيب نعيد: أكرم والدي الضيفة. أكرم نحن نعرف هي فاعل ماضي، والدي هو الفاعل. من أكرم والدي؟ على من وقع فعل الإكرام أو التكريم؟ على الضيف. الضيف هو مفعول به. طيب حمل فعل ماضي، التلميذ هو الفاعل، هو الذي حمل. الكتابة هو المحمول، يعني وقع عليه الفعل، إذا الكتابة يكون مفعول به منصوب. كرمت فعل ماضي، المدرسة هي الفاعل، طالبين هما اللي وقع عليهم الفعل فهو مفعول به. طيب لكن انا اعرف المثال الاول، الضيف مفعول به منصوب بالفتحه، الكتابه ايضا مفعول به منصوب بالفتحه، لكن كلمه طالبين في المثال الثالث هي مثنى، والمثنى يا ابني ان تتذكر انه ينصب بالياء، طالبين ينصب بالياء ونقول لأنه مثنى. لنتابع: يحب المعلم المتفوقين، أيضا المتفوقين مفعول به، لكن هو جمع، جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم أيضا يا ابني ينصب بالياء، جمع المذكر السالم ينصب بالياء، فنقول المتفوقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. لنرى المثال الأخير: شاهدت المعلمات في المدرسة، الفعل هو شاهد، والتاء هي تاء الفاعل، يعني هي الفاعل. المعلمات مفعول به، لكن ملحظ الكسرة. نعم، قال لأن المعلمات هي جمع مؤنث سالم، جمع لكلمة معلمة، جمعها معلمات، وجمع المؤنث السالم يا ابني قال ينصب بالكسرة بدل من الفتحة، الآن نصل إلى القاعدة، أقول لك المفعول به هو اسم منصوب يدل على من وقع عليه الفعل. إذا الفعل يدل على حدث، الفاعل هو الذي قام بهذا الحدث، المفعول به وقع عليه هذا الحدث. طيب ينصب بالفتحة إذا كان مفعلا ككلمة الضيفة، الكتابة. ينصب بالياء إذا كان مثنى ككلمة طالبين، وإذا كان جمع مذكر سالم كلمة المتفوقين. الحالة الأخيرة ينصب بالكسرة بدلا من الفتحة إذا كان جمع مؤنث سالم كما في كلمة المعلمات. إذا أنهينا تعريف المفعول به وعلامة نصبه. وصلنا إلى الفقرة الثانية: أنواع المفعول به. ما معنى أنواع المفعول به؟ يعني ما هي الحالات التي يأتي فيها المفعول به بالجملة؟ نلاحظ هنا كلمة الضيفة، الكتابة، جاء المفعول به اسم ظاهر، وظهر منصوب بالفتحة. فإذا قلنا قرأ المعلم القصة، المعلم فاعل، القصة مفعول به، وهو هنا اسم ظاهر منصوب بالفتحة. طيب الحالة الأولى هي اسم ظاهر منصوب بالفتحة، تابعنا ثم حفظها، هاي الهاء ضمير منفصل على من تعود على القصة، فنحن هون كلمة القصة التي كانت مفعول به اسم ظاهر عوضناها بضمير،
نقول هنا الضمير وقع في محل نصب مفعول، أي أنه حل محل المفعول به. إذن نصل إلى أن المفعول به يأتي اسما ظاهرا منصوب بالفتحة ويأتي ضميرا متصلا أو منفصلا كما في كلمة حفظها، يعني الضمائر التي تتصل بالفعل وتكون في محل نصب مفعول به هي ياء المتكلم، كان تقول علمني ياء المتكلم، وهي كاف المخاطب كان تقول علمك، وهاء الغائب كان تقول علمه. أما الضمائر المنفصلة التي تأتي في محل نصب مفعول به فهي فقط إياك وإياك، ومثالها في كتاب الله إياك نعبد، وهنا إياك هي ضمير منفصل وقعت موقع في محل نصب مفعول به وقدمت أيضا على الفعل. مثال وقال هي قصة مفيدة، هي قصة، هذه جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر، لكن هذه الجملة وقعت في محل نصب مفعول به. إذا الآن وصلنا إلى أن المفعول به يأتي اسم ظاهر منصوب بالفتحة ويأتي ضميرا متصلا أو منفصلا ويأتي جملة بعد القول، بعد كلمة قال أو تكلم أو حدث أو كلمة تشبه القول. إذا يأتي المفعول به اسما ظاهرا منصوب بالفتحة أو ضميرا متصلا أو منفصلا وهما يضم ياء المتكلم هاء الغائب كاف المخاطب إياك إياك، ويأتي أيضا جملة وذلك بعد القول أو ما يشبه القول. يعني بنهاية الحديث نحن نعرف من ترتيب الجملة الفعلية الترتيب العادي، يأتي الفعل يليه الفاعل يليه المفعول به، لكن هل من الممكن أن يتقدم المفعول به على الفاعل؟ نعم من الممكن، ومن الممكن أيضا أن يتقدم المفعول به على الفاعل أيضا كما في الآية القرآنية إياك نعبد. فهون يا أبني انتهى درسنا، درس بسيط نتمنى تكونوا استفدتوا منه، درس المفعول به المنصوب. بإذن الله باللقاءات القادمة نعود نتذكر قاعدة المفعول به، ودائما نسألكم عنها، نتمنى لكم التوفيق والنجاح، الله يعطيكم العافية.